دي مسألة من مسائل equation of motion، مديني كتلة 20 كيلوغرام مايلة في محور x يساوي 30، قوة الشد اللي بتشدها الأعلى أو في محور x يعني بزاوية 30 هي قوة الشد دي دالة في الزمن 200 t سكوير، وبيقول لك السرعة الابتدائية initial velocity بصفر لما الزمن كان بصفر. الكينيتيك فريكشن ميو كي معامل الاحتكاك الناتج عن الحركة، حركة الجسم طبعا يبقى عكس اتجاه الحركة، يعني لو الجسم طالع لفوق، لو الجسم طالع لفوق كده قوة الشد بتشد الجسم لفوق، فالجسم بالتالي هيمشي كده لفوق. يبقى ايه اللي تعوق الحركة او عكس اتجاه الحركة؟ هو الفريكشن، هو النيو كي، نيو كي. تمام. طيب هو مديلك 2 من 10، استخدم الكوشن في موشن وهات لي السرعة بعد 3 ثواني وهات لي برضو الإزاحة. هو مديك السرعة الابتدائية، الزمن الابتدائي بصفر والزمن النهائي 3 ثانية، يبقى انت كده هتكمل من الصفر لتلاتة. ايه بقى اللي هيحصل هنا؟ عندك الشكل ده. فكرة المسألة دي هو انك تحلل المسألة صح. ادي جسم مايل بزاوية 30 في محور اكس، الجسم عامل كده، تمام كده كده. ده لما تيجي تحلله بتقول الآتي، نزل الخطة لتحت كده، تمام، تعمل الزاوية بتاعتك كده وتقول إن دي كده هذا الخط، ده الجسم، و ام جي دي قوة الوزن، يعني أول سهم ده لو ام جي قوة الوزن الأسفل مايلة، لما تيجي تحللها هنا يبقى كوزين ام جي كوزين 30، تمام، تطلع فوق على نفس الامتداد يعني محور واي، بتحط هنا تمام نفس الامتداد، يبقى كده في محور واي في الام جي كوزين 30 والان. طيب في محور اكس في قوة شد، قوة شد دي مديها لك بكام؟ ب 200 تي سكوير، هنسميها احنا تي دلوقتي. في حاجة هنا تاني؟ لا مفيش. هنا بقى ايه قوة الاحتكاك؟ قوة الاحتكاك قال لك الميو كي بتساوي 2 من 10، وهنا في نورمال دايما الميو كي بياخد بيبقى معاه النورمال، يبقى ميو كي ان، ميو كي ايه؟ ان. في حاجة تاني؟ لا كده مفيش، كده قوة اتحللت صح. لو بصيت هنا هتلاقي ان دي تي وادي الان وادي ام جي كوزاين، طبعا هنا حللت هنا كوزاين يبقى هتحلل هنا ساين، يبقى ام جي ساين دي اللي ناقصه، يبقى ام جي ساين ثيتا، كوزاين هنا يبقى الساين هنا، كوزاين هنا ساين. التحليل بتاعك صح، يبقى المساله اتحلتها صح، مفيش اي مشكله. بقى كل اللي هتعمله انك تعمل سميشن الفورس، فهتقول الاتي: سميشن الفورس في اتجاه واي، طبعا الجسم مش هيطير، فسميشن الفورس في اتجاه واي بيساوي صفر. ايه اللي في اتجاه واي؟ ان ناقص ام جي كوزين 30 بيساوي صفر، يعني ان بكام؟ بام جي كوزين 30، يعني بكام؟ الام موجوده والجي 9.8 وكوزين 30 موجوده، يعني الان تطلع معاك 169.74 نيوتن. جبت الان، جميل جدا. ده سميشن الفورس في اتجاه واي. جيب سميشن الفورس في اتجاه اكس، هيساوي في اتجاه اكس، طبعا الجسم بيتحرك، جسم بيتحرك في اتجاه اكس تمام، فبالتالي مش هيبقى بصفر، هيبقى في عجله تمام في اتجاه اكس ام اي. طيب جمع لي بقى قوة في اتجاه اكس، احنا افترضنا ان اتجاه الموجب هو مع قوة، مع قوة الشد، بس ان التي هتبقى موجبة، اتجاه الموجب مع قوة الشد اللي بيشد الجسم في هذا المكان، يبقى التي موجبة. طيب في حاجة تانية غير التي؟ يعني لو في هنا قوة تانية كنا حطيناها بالموجب برضو. طيب اي حاجة عكس كده تبقى بالسالب، يبقى سالب ميو كي ان، ميو كي ان مضروبة طبعا في ان، ناقص ام جي ساين
طبعا الزاوية 30، ومن ذلك الزاوية دي 30 تمام، بتساوي ام اي. حلو، التي مدالك في المعادلة بتساوي 200 تي سكوير، تنشن مدالك 200 تي سكوير. الميو كي مدولك 2 من 10، في الان انت جبته اللي هو 169.47، ناقص الام تاني اللي هو كتلة الجسم 20، في جي 9.8 في ساين 30.5 اللي هو 5 من 10، بيساوي كتلة الجسم 20 ايه في عجلة الجسم. كده بقى عندك مجهولين، او عندك العجلة ايه وعندك الزمن مجهول، وهو ده المطلوب، انك تجيب العجلة دالة في الزمن. هتقسم على 20، هيطلع لك ان الايه بتساوي 10 تي سكوير ماينس 6.6. جبت العجلة بكل سهولة، وده كوبي كده، يعني دي اللي هكمل معانا دلوقتي. جبت العجلة بهذا الشكل. دلوقتي هو عايز يجيب السرعة، عايز يجيب السرعة، هو مديك في المسألة الزمن الابتدائي 0 والزمن النهائي 3. بكل بسيطة، بكل بساطة عشان تجيب السرعة هتكامل العجلة، بتقول ال V بتساوي V نود زائد تكامل العجلة من 0 ل 3. لو تحط الزمن وتحط معادلة العجلة زي ما هو مديها لك، يعني هي 10 تي سكوير ماينس 6.6 بالنسبة للزمن دي تي. الفينو ده هو مدالك في المسألة، سيبك من الرسمة، قال لك initial velocity، initial velocity يعني ال V بصفر، خلاص الفينوت هنا بكام؟ بصفر. هيبقى عند التكامل الدالة دي من الصفر لتلاتة. طبعا التكامل سهل جدا، زود أس واحد وتساوي أس جديد، وتعوض باللي فوق ناقص متعوض باللي تحت، يبقى هجيب ال V السرعة هتطلع معاك ب 70.2 متر بير ثانية. في حاجة مهمة جدا دلوقتي، انت عايز تجيب الإزاحة، علشان تجيب الإزاحة لازم تكامل السرعة. طب انا هكمل 20؟ لا طبعا مش هكمل 20، انت هنا انت كملت هنا العجلة، كاملها انت كملت العجلة بالنسبة للزمن، تكاملها هي 10 تي تكعيب على 3 ناقص 6.6 تي، ده تكامل السرعة بالنسبة للزمن. المفروض انك مثلا هتعوض في حدود التكامل، يعني دي في مثلا بتساوي حدود التكامل بتاعتك من 0 ل 3 صح، وتعوض من مرة ب 3 ناقص متعوض بالصفر هيطلع معاك 70.2. خلاص انا بقى عايز اجيب الازاحة، فانا مش هعوض، انا عايز اجيب الازاحة، فما اعرفش ما ينفعش اعوض الا لما اكمل الدالة الاول. يبقى اخد الدالة بتاعت الزمن بتاعت السرعة اللي انا جبتها زي ما هي كده من غير ما اعوض، من غير لو انا عوضت هجيب السرعة، انا مش عايز اجيب السرعة دلوقتي، انا جبت السرعة خلاص، اخدها زي ما هي اكملها تاني علشان اجيب الازاحة لا displacement. نفس الفكرة برضه، يبقى displacement بتساوي S node زائد تكامل من 0 ل 3 ال V dt، هتكامل المعادلة دي بالنسبة للزمن، متعوض مرة ب 3 ناقص متعوض بالصفر، والاس طبعا الاس نود بصفر. هقول لك initial، initial انك بتعوض من 0 ل 3، فبالتالي هتكامل الدالة عادي، هتزود أس واحد تساوي أس جديد تكامل، فيبقى الأس بيساوي 37.8 متر. طبعا هو في الحل هنا عاملها غلط، بس كاتب متر على ثانية، وده غلط كمان، متر على ثانية تربيع، يعني هي الإزاحة بالمتر فقط وليس بالمتر، ما دي غلطة عادي مش مشكلة. فدي حل السؤال ده، شكرا.